هاد المواد اللي تم الحج ديالها في اطار هاد العمليه ديال تفكيك هاد الخليه هي مواد مستعمله في الكوتيديان وكتباع، ولكن واخا هكذا هذه مواد مقننه عن الصعيد الوطني وعن الصعيد الدولي بما فيها الانتربول. هاد المواد اللي تم الحج ديالها راك شفتي كاين انواع كثيره، وهاد الانواع غادي تمكنهم باش يصنعوا اربعه ديال الاشكال ديال المتفجر ديال المواد المتفجره. وهاد المواد المتفجره كلهم مواد خطيره وفتاكه، وكانوا بالاضافه ديال الخطوره ديالها كانوا باغي يزيدوا معها المسامير ولا لي بولون باش يزيدوا من الخطوره ديال التفجير. بالاضافه على هاد المواد المتفجره كاينين جوج ديال الطرق باش كانوا ينفذوا العمليه ديالهم. كاينه طريقه باستعمال سميتو آلات طنجره الضغط، ولا باستعمال كاميكاز بهذاك لاساتور بحال اللي لاحظتي قبيله مع المواد المحجوزه.